السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وكنتمنى كل شيء يكون مزيان. موضوع اليوم، واحد الموضوع هو الربح من الانترنت، واليوم جينا باش نواجهه بزاف ديال اليوتيوبر اللي كيقول لكم بان تعطيكم واحد تقريبا 4% من داك الشيء اللي كيربحوه همايا، وما كيبغيوش يوريكم الطرق اللي كتؤدي الى الربح. المخير انا كنتحداه يوريكم اي طريقه كيربح بها هو الفلوس. اي واحد كيربح بشي طريقه الفلوس او اي موقع فيه الفلوس، انا كنتحداه يوري لاي واحد كي كيدير ويجبد من داك الموقع الفلوس. هنا بزاف ديال الناس مساكن كيبقاو يسمعوا غير الربح من الانترنت، الربح من الانترنت، وما كيعرفوش، ولا كيدخلوا كيلقاو شي واحد حاط شي فيديو كيشرح وتيقول لك بان راه كاين الربح وهالطريقه وهالطريقه، ولكن ما كيعطيناش الطريقه اللي هي فعاله 100%. كنوجه لكم نتوما هذا الميساج هذا، و كنتحدى اي واحد كيربح بشي طريقه الفلوس من اي موقع يوري للناس الطريقه اللي كيجبد بها الفلوس. بالنسبه للناس اللي كيقول لك الربح ما كانش من الانترنت، الربح كان من الانترنت، ولكن الناس اللي كيدخلوا الفلوس من الانترنت ما غادي نمشي نوريكم الطريقه اللي كيربحوا منها الفلوس. بصفتي انا كصانع محتوى، قناتي هي الافاده ALEFADA، دخلوا شيرشيو عليها او دخلوا للمحتوى وقلبوا على جميع الطرق، راهو ما كاينين تمايا. انا اعوذ بالله من قولت انا، اي حاجه كنفارقها مع اي واحد ما عنديش مشكل. اي حاجه تحطات، اي حاجه قلبت عليها وشرشيت عليها وكانت مصداقيه كنحطها لاي واحد، ما عندي حتى شي مشكل وما كاينش غرام ديال المشكل. الناس اللي كيتبعوا داك الشيء ديال الناس اللي كيكذبوا وكيلقاوهم تقريبا في الفيديوهات حاطين بان فيديوهات راه كاين الربح من هاد من هاد من هاد المنتدى، الربح من هاد السيت، الربح من هاد من هاد الشيء. انا كنقول لكم كنتحدى اي واحد يعطينا الطرق ديال الربح، ولا لا يعطاكم الطريقه ديال الربح ما كيكملهاش لكم 100%. كيبين لكم المنتدى وكيحط لكم الطريقه ديال التسجيل ديال السيت، الويب سيت، اوكي يرجع للور، ما كيعطيناش داك الشيء طريقه 100%. خويا الا كنتي انت في شكل وباغي للناس الخير، اعطيني الطريقه كامله، حطها ليا، حطها ليا في شنو سميتو قدام عباد الله، وقول لي ها الطريقه اللي كنربح بها انا الفلوس. كنمشي لهنا وكنجي لهنا وكنمشي لهنا، وبسط للناس وبواحد الشرح يكون مفهوم ومبسط، تما غادي ندير لك بوجور ديالك ونهز لك الشابو اخويا. مي احنا انا كيف ما كنلاحظ بزاف ديال الاخوان، وماشي غير بزاف، الكل ديال الاخوان اللي عندهم مدونات ولا عندهم مواقع ولا عندهم بلوجر ولا عندهم وورد بريس ولا عندهم تقريبا قناه على اليوتيوب، داك الشيء ما كيحطوش اكزاكت الخوت. هذا الميساج هذا كان لاي واحد كيدخل وكيلقى شي فيديو ودخل لي ترى طريقه الربح من الانترنت او طريقه للربح من النت ولا داك الشيء، غير بلا ما تدخلوا ليه راه غير كذوب، راه قليل اللي كيبغي للناس الخير. الخوت ميساج كان من قناه الافاده، اللي عجبو هاد الفيديو هذا يبارطاجيه لاي واحد يوصلو باش كل شيء يفهم وكل شيء يوعى. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.